شريعة للإشاءة. شوف أنت تعال انقلك إلى عن يعني فضيلة عن واحد تلقى الناس كسولين عنها. إيه الله يوفقك. إيه مثلا إذا انقلت عنا فضيلة، لكن تعال انقل عنا رذيلة، أوهو هذا حطها على لسانه ونقلها الطاعة 20 واحد وهذا الطاعة 40 بدون أن يشوف عنده ورع عنده تقوى. يعني شريعة تشريع إلى الإشاعة. ليش صدق أي إشاعة؟ ليش صدق أي دعوة؟ احسن الظن بالفرد المسلم، احمل الفرد المسلم على الصحة. الحمل على الصحة نعم من أوليات الإسلام. واحد لما ظاهرة طيب ومحفوظ وأعرفه من أهل التقى، مو بس أسمع إشاعة عنه رأسا صدقتها. عرض المسلم عند المسلم أمانة.